أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ عوض من عوض سيلفر. أهلا أستاذ عوض. يا مرحبا بك. بداية مرحب فيك من ABC وبرنامج رواد الأعمال. نتمنى بداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع عوض سيلفر. طيب، أنا عوض عبد الريوم من السودان. البداية إن شاء الله كانت 2017، ونقلت هنا بداية 2024. فدخلت على هنا بداية 2024 وبديت أبدأ البيزنس إن شاء الله بداية السنة دي. فزي ما شايف حاليا الحمد لله، يعني في 15 يوم خلصت من الإجراءات كلها بسبب التسهيلات والمتاحة جدا في الإمارات هنا. وأشكر الإمارات على تسهيل المعاملات وتسهيل المستثمرين وتسهيل الفرص كمان لهم. أستاذ عوض، ممكن تخبرنا المزيد على المنتجات الخاصة فيكم؟ ما هي الديزاينات اللي تميزت فيها عوض سيلفر؟ طيب، احنا بنتميز بتصاميم مختلفة عن باقي المنافسين، وعندنا تاني كمان ويب سايت ممكن الناس تطلب عنه عن طريق الاونلاين. عندنا ميزة التوصيل كمان، توصيل فري عندنا. وتاني بنتاز برضو عندنا تصميم، ممكن نصمم لك اسم او المنتج اللي انت حابيه. انواع المنتجات اللي عندنا نسائي والرجالي، ومختصين يعني في انواع الفص اللي هو الفص الزيركون. كل منتجاتنا تحتوي على الفص بتاع الزيركون. استاذ عوض، بعد النجاح الرائع اللي وصلتوه، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه؟ رؤيتنا ان شاء الله نتوسع اكثر في دول الخليج بصوره عموميه، وبالذات في كبدايه بلد الامارات، لان هي احسن دوله في دول الخليج انا شايف في نظري. بالنهايه استاذ عوض، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك كيف نقدر نوصل ونتواصل مع عوض سيلفر؟ طيب، ان شاء الله موقعنا احنا في دبي في مول الممزر، شوب رقم جيتين. ممكن تتواصل معنا عن طريق برضو الويب سايت www.awadsilver.co. شكرا جزيلا استاذ عوض، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لك. دوري أحب أشكر جميع حكام الإمارات المتحدة وشيوخها على الأمن والأمان الموفرينه في البلد، وعلى الفرص الاستثمارية المتوفرة أكثر ومتاحة. فشكرا لكم جدا. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.